السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمر سليم، شغال بيم مانجر ومتخصص في مجال البيم، وإن شاء الله هنتكلم على المدن الذكية أو السمارت سيتي. بس هنبدأ بمقدمة كده، تعريف للعمارة. العمارة هي بيت الفنون والعلوم على مر العصور. العمارة هي السجل الموثق لتاريخ الإنسان منذ نشأته على هذه الأرض وحتى يوم مبعثه. يعني لما بنعدي على مكان ونلاقي آثار فنقول الأثر يدور على المسير، كان فيه هنا عاش المماليك، كان هنا عاش الفاطميين، كان هنا عاش العلويين وهكذا. فمهم جدا ان احنا نحافظ على العمارة، ومهم جدا ان احنا نبني مباني تعيش بعدينا. وابن خلدون كان بيتكلم عن العمارة دي انها صناعة البناء. يقول ابن خلدون: هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضرية، وأقدمها في تصميم المباني ليغطي بها الإنسان احتياجاته المادية كالسكن مثلا أو معنوية، وذلك باستخدام مواد وأساليب إنشائية مناسبة. العمارة هي علم وفن، بل تعد أول الفنون أو أم الفنون، بل هي الفن الذي لا يمكن تجاهله أو إخفائه. لأن الرسام ممكن يرسم لوحة مش جميلة مش هبص عليها، الموسيقار ممكن يعمل أغاني لحن نشاز، والشاعر ممكن يكتب كلام سخيف، كل فنان ممكن يعمل فن قبيح فناس تتركه، احنا مختارين ان احنا نتابعه او ما تابعهوش، وممكن ما يحتكوش بيه تاني. لكن المعماري يعني لما بيعمل مبنى قبيح او غير منسجم مع البيئتين التي حوله، اللي هي البيئة الطبيعية والمباني المجاورة، فإنه يؤذي كل من يراه من السائرين في الجوار، ويؤذي الساكنين فيه حتى لا يشعرون بالراحة داخله، ويهلك حين لا يصمد أمام الزمن فيسقط. وكان المعماري حسن فتحي بيقول: العمارة ليست مجرد مأوى فحسب، بل هي تعبير حي عن وجدان الإنسان، وتحقيقا لرغباته في الانتماء وميله الغريزي إلى التواصل الاجتماعي. إن علينا أن نتفهم مكان ودور العمارة في حركة تطور الحضارة الإنسانية، وأن نعترف بأن العمارة تشمل الإنسان والتقنية. وبيقول برضو: والمهندس المعماري عندما يصمم قرية يحتاج إلى بذل أعظم عناية فنية، إذا كان له أن يخلق توحدا وطابعا وجمالا يقترب حتى من الجمال الطبيعي الذي يخلقه الفلاحون بلا وعي في قراهم التي نمت نموا وإيدا طبيعيا. وليس مما يفيد الفلاحين وجود سباكة جديدة ثمنها في الخسارة لكل ما يبهج العين، لكن ما هي القاعدة التي ينبغي أن يطبقها المعماري، وهي مبادئ يعمل بها الوصول إلى هدفه؟ من المؤكد أن التأثير السحري الذي ينجم عن هذه التكوينات من الروائع المعمارية المعدودة لم يأتي مصادفة، ولكن هذه القواعد لسوء الحظ لم تحظى ولم تجدول. فالتباين المحكوم في الخط والحجم والشكل واللون والسطح والنسج الموجود مثلا في بيازا ديلا سينيوريا هي المرادف المجسم للانتقالات المقامية الموجودة في الموسيقى. وهناك تماثل دقيق بين الموسيقى والعمارة، وقوانين الجمال تتماثل فيهما معا. وإذا كان البيت المفرد قد يؤلف لحنا، فإن مدينة بأكملها لا تشبه السيموفونية كما في ويلز، حيث ميادين المدينة تتصاعد في حركة تلو الحركة لتصل إلى الذروة بالكترادية. على أن الموسيقى فيها قواعد لتنظيم تألف الأصوات والطباق الموسيقي، ولتجنب الأصوات القبيحة، وإنتاج تأليف تسر له الأذن. بينما العمارة ينبغي أن يكون الإحساس فيها بما هو صواب إحساسا حدسيا، وهي في هذا أكثر شبها بالشعر منها للموسيقى. ولو أمكن فحسب أن يكون هناك قانون للتأليف المعماري لساعد ذلك المهندس المعماري على تنظيم ضيائه وظلاله والكتلة والفضاء والسطح البسيط والمزخرف، بحيث أن التصميم كله يقدم كما ينبغي نفس التتالي من النغمات والتصعيدات والذروات وتبادل الفقرات الهادئة والعنيفة، بمثل ما تتفتح سيمفونية بأسرها في يد بيتهوفن أو برامس. أما في غياب أي قوانين راسخة للتأليف، فإنه يجب على المهندس المعماري أن يعتمد على إدراكه الخاص لينتج مشاريع مدن تعطيها الانتقالات المقامية البصرية تنوعا وجمالا دائمين من داخل توحد شامل في التصور. وتصميم كهذا لو المثال الذي يخلق أو على الأقل يثبت القواعد التي لم تكتب بعد للهرمونية البصرية. ولذلك يجب إحسان البناء في 3 نقاط. عندنا 3 نقاط لازم إن احنا نركز فيها: قوة البناء وصلابته وتحمله، واختبار الأرض وفحص المياه الجوفية، وأن الأساسات على أرض صلبة. ويجب على المعماري وحسب ما جاء في كتاب راسكن أن يكون تصميمه خالدا ومعمرا، وعلى المجتمع أن يبني مبانيه بكل دقة وتأني واهتمام حتى تعمر الفترة طويلة وتكون بمثابة سجل المعمار الحي للأجيال القادمة.
الملائمة بحيث يكون توزيع الغرف مرتبا ومنتظما ولا يتعارض مع الاستعمال، صالحا للحياة، جيد التهوية ومستقبلا لنور الشمس. يقول هورشيو جورتينو أن التصميم هو الترتيب العلمي للفراغات والأشكال لتلائم الوظائف والموقع، وتأكيد لمظاهرها وتدريجها بالنسبة لأهميتها في الوظيفة، واختيار ألوان وزخارف ترتب مع القوانين عضوية دقيقة. ثالثا، الجمال والانسجام والتناسق مع مقاييس المستخدم هو الإنسان. ساعات الواحد بيدخل مبنى يكون السقف عالي جدا، بيحس بالضآلة فيه، أو بيحس يعني لازم يكون متناسق مع المستخدم. إن الطبيب عندما يخطئ يقتل نفسا، والمعماري حين يخطئ يقتل شعبا، كما يقول تشرشل: نحن نشكل مساكننا ثم تشكلنا مساكننا. فالسكن غير مصمم جيدا يجعل الإنسان الذي يعيش بداخله متضايقا وعصبيا. نعم، نحن نبني البيوت والعمارات، ثم البيوت والعمارات تشكل مجتمعنا وسلوكنا. إن تشكيل العمارات والطرق وتوزيع الغرف مهم جدا، فتشكيل ساحة في المدينة مهم لتقابل وتعرف الناس في المناسبات العامة مثل صلاة العيد، ومن ثم ينتشر بينهم التعارف والأمان. لذلك العمارات الأبراج الطويلة لما كنا بنشتغل فيها كنا بنعمل دور في النص كده، بيبقى للميكانيكال اكويبمنت والالكتريكال اكويبمنت، ويبقى فيه مثلا على اساس ان المايه تطلع لاخر دور من غير ما احنا نزود الضغط فيعمل مشاكل في الادوار السفليه، بيبقى فيه دور كده في النص بيبقى خزان مياه، وبيبقى فيه بامب، وبيبقى فيه تصميمات كده موجوده في الدور اللي في النص دوت ميكانيكال فلور. ليه ما بقاش فيه دور يتقابل فيه سكان البرج دوت، يتقابل فيه الناس الكبار في السن والناس الاطفال، وتستفادوا من بعض ويتبادلوا الخبرات ويتبادلوا الحياة وهكذا؟ ليه ما يبقاش في حاجة زي كده، ويبقى الجيران كلهم بيتقابلوا في مكان واحد؟ لو في دور مثلا فيه حدائق وفيه زرع وفيه قاعدة الناس تقعد فيها، أكيد الناس هتقابل وتتعرف مع بعض. تشكيل الحي بما يسمح بوجود بؤر مفسدة للقاطعة للطريق يغير من سلوك السكان، وتشكيل الحي خطأ بحيث أن العمل والدراسة تنقطع كلما سقطت الأمطار، أو أن الطرق كلها تتوقف يوميا بالساعات وقت خروج الموظفين، هو خطأ يؤثر على سلوكنا وكلنا يعرف هذا. تشكيل البيت والمنطقة بحيث لا يوجد مكان للعب السخمية وكرة القدم يؤثر على سلوك الأطفال ومستقبلهم ويزيد نسبة السمنة. تشكيل المنازل بحيث ينكشف البيت للجيران وخلل اجتماعي حيث يجب تجنبه ما أمكن، بجعل النوافذ غير متقابلة. ودي مثلا ما بتلاقيهاش كتير في لما بنقرا كتب معمارية، الغربيين مش بيهتم بالنقطة دي، بالعكس بيبقى شايف ان هو التصميم بتاعه جميل وكده، بس كل واحد كاشف البلكونة بتاع جاره او شايف كل حاجة بتحصل عند بيت جاره. ومن أفضل المدن ما كانت معروفة حدودها وأهلها مغلقة على نفسها فنجت بها التزاما أخلاقيا أكثر من المدن المفتحة. وهذا ملاحظ على مر التاريخ، أن المدن والحارات التي بها أبواب تغلق أكثر انضباطا وأمنا. فمثلا نجد في دمشق أبوابا مثل باب توما والشرقي، والقاهرة كان بها أبواب تغلق ليلا. وبعد أن سكن الحجاج مدينته الجديدة، أسكن إلى جانب جنده الشامي مجموعة أخرى من سكان العرب من وجوه البصرة والكوفة. كما كان الحجاج لا يدع أحدا من أهل السواد ببيت واسط إذا كان الليل اخرجوا عنها، ثم يعودون بالغداء في حوائجهم. كما أنه جعل على كل باب من أبواب المدينة حرسا، فإذا كان المغرب يجع من كان خارج المدينة وخرج من كان بالمدينة من أهل السواد، وبذلك حرم على الغرباء المبيت داخل مدينتهم، حيث كان عليهم أن يتركوها قبل إغلاق أبوابها عند المغيب. وده نفس اللي الفاطميين عملوها لما بدأوا يبنوا في القاهرة، فخلوا في أسوار وخلوا بيت الناس يبقوا موجودين بره، بحيث لو حبوا إن هم يعملوا ثورة عليهم بالنهار فموجودين جوه المدينة فيروح يحلق بيتهم، لو بالليل ما يقدرش يدخلوا، فهو كان مسيطر عليهم بالشكل ده. لما جه صلاح الدين الأيوبي عمل أسوار بشكل أكبر وخلى فيها كل الناس الموجودة في المدينة، ما خلاش مقتصر على حد، خلى أسوار أكبر. فنقدر نقول ان الفاطميين عملوا اكبر كومباوند، وطبعا هم عملوا مباني زي شارع المعز، عمل حاجات ضخمه وحاجات ممتازه جدا في مصر يعني. طيب، العماره والدين. ولا ثمود اخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. قال ابن العربي: قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار طلب العمارة والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب، يعني ربنا بيأمرنا ان احنا نبني ونعمر في الارض.
وقال الجصاص وفيها للدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغرس والأبنية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل يوم الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. إننا نجد العمارة مرتبطة بالدين ارتباطا وثيقا، فعند المصريين القدماء كانت مقدسة لأنها مثل عقيدة البعث والحفاظ على الجسد، فبنيت المعابد ومباني مقدسة لا يسمح لأي أحد بالاشتراك منها، فلا يمكن أن يشارك اليهود كما يدعون في بناء الهرم وقدس الأقداس، وشرف عظيم المشاركة في بنائه. عندنا معابد في المصريين القدماء زي معبد أبو سمبل ومعبد الكرنك وتل العمارنة. أبو سمبل ده مش فرعون من الفراعنة، ده الشاب الصغير الغلام اللي أرشد البعثة إن كان المعبد ده ما كانوش عارفين فين لأن الرمال كانت مغطية عليه، فهو اللي أرشدهم على مكانه فسموه باسم الطفل ده، فسبحان الله يعني سمى المعبد كله باسمه. الفرس كانوا مهتمين ببناء المباني لعبادة النار، وانتشرت رسوم النار على جدران معابدهم. عند اليهود نجد هيكل سليمان، عند المسيحيين منتشر الكنائس بالذات مثلا كنيسة القيامة أو الكنيسة المعلقة، ومثلا مايكل أنجلو كان واقف قدام كنيسة القديس بطرس اللي عام مهندس مشرف عليها سنة 1547، كان معتبرها واجب مقدس، وكتب لمناخيه: إن كثيرين يعتقدون أن الله اختارني لهذا المكان ولهذا، فإنني لا أستطيع أن أتركه، إني أخدم هنا حبا في الله وأضع تحت قبة هذا المصلى كل آمالي وطلعاتي. وعند المسلمين طبعا في المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي. طيب ندخل بقى على موضوع المدينة بعد المقدمة السريعة ديت. تعريف المدينة: هي مستوطنة حضرية ذات كثافة سكانية كبيرة ولها أهمية معينة تميزها عن المستوطنات الأخرى. كان في ناس قالوا إن المدينة أكتر من 100,000، بس دلوقتي أصبح الرقم ده يعني الناس بتتكلم في مدينة تبقى مثلا مليون، أرقام زي كده. إنما كتب الناس القديمة في المعماريين القدماء كانوا بيقولوا 100,000. تشير الإحصائيات إلى أنه ما يقدر بنسبة 70% من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول 2050. سنة 2050 هتكون 70% من سكان العالم بيعيشوا في المدن. لذلك أصبح هناك أولوية كبيرة للمدن الذكية لأنها موفرة للطاقة. فمثلا المكسيك واجهت مشكلة في نقص الكهرباء، فوضعت حساسيات لو سنسور لتحليل استخدام الطاقة وإغلاق تلقائي للكشافات العامة بالنهار، وتغلبت على المشكلة، فهي ليست رفاهية بل ضرورية للمدن. علينا أن نعرف تاريخ المدن حتى نصل لمستقبله. فالكاتب والفيلسوف جورج سانتيانا يقول: من لا يستطيع تذكر الماضي محكوم عليه بتكراره. فعلينا قبل أن ننشئ مدن ذكية أن نعرف ما هي المدن وكيف نشأت ولماذا. فلآلاف السنين عاش البشر متجولين في مجموعات صغيرة تستهلك ما تحصل عليه يوميا، ثم بدأ في العيش بقرى صغيرة، ثم ظهرت المدن. ظهرت المدن ورمت لأنها قدمت بديلا مقنعا للحياة في المناطق الريفية. على سبيل المثال، بدلا من اصطياد أو جمع أو زراعة جميع المواد اللازمة للبقاء على قيد الحياة في مدينة ما، يمكن للفرد أن يتاجر في تخصص لكسب العيش المال للعيش. وأدت الثورة الزراعية اللاحقة إلى وفرة الطعام. لم يعد البشر مقيدين بواجب يومي الحصول على الطعام، بل أصبح أحرارا في التركيز على مهام أخرى زي الاختراع. بمجرد أن يبدأ البشر في الاستقرار بأعداد كبيرة في هذه المدن، بدأ كل شيء يتغير. تبلور القانون والنظام، بدأ إنتاج المنتجات بكميات كبيرة. المجتمعات خلقت الثورة وتحسنت الظروف، وإن كان ذلك بشكل تدريجي. أصبحت المدن مراكز صاخبة للتجارة والإنتاج والنشاط الاجتماعي والأنشطة الترفيهية، مع تنوع متزايد من الفنون ونماذج جديدة للتعليم. نمت التحديات بخطى ثابتة مع الازدهار. لقد أثرت الجريمة والفقر واستغلال العمال والمرض وغيرها من المشاكل بشكل كبير على ظهور المدن وحياة سكان الحضر الجدد. إنها حقيقة مؤسفة أن المدن القديمة كانت أماكن غير سارة، كانوا يعانون من سوء صرف صحي، وانتشرت الأمراض الفتاكة، ازدهرت الفئران، كانت الجريمة شائعة بسبب وجود القليل من بروتوكولات السلامة العامة قبل اكتشاف الكهرباء. كان يتم توفير الإضاءة بواسطة الشموع وأضواء الغاز، وكانت الحرائق متكررة للغاية مع معظم المباني المصنوعة من الخشب. دمر حريق لندن الكبير سنة 1666 منازل 70,000 من سكان المدينة البالغ عددهم 80,000 نسمة. عانت العديد من المدن من نفس المصير. أكبر الدمار الهائل الناجم عن هذه الحرائق على إعادة بناء المدن بتصميم محسن، كما أدى إلى إدخال قوانين وأنظمة البناء وخدمات مكافحة الحريق التي لم يكن معظمها موجودة على الإطلاق، وكذلك الحرائق اللي هو
بتاع البقرة ده اللي في أمريكا، وكذلك الحريق اللي كان في مول الحرية في مصر، ده أدى لتغيير الكود بحيث إن هو يتجنبوا تكرار هذه الحوادث. بالنسبة لأقلية صغيرة من السكان كانت الحياة جيدة، ولكن بالنسبة للأغلبية تم استبدال مجموعة واحدة من المشاكل بمجموعة أخرى، ساعد التخطيط الحضري العشوائي والنمو السكاني السريع في خلق مشكلات. بصراحة ما زالت تدرد البشر حتى يومنا هذا في كثير من النواحي. تعتبر ظاهرة المدن الذكية استجابة متأخرة لهذه الظروف الناشئة. حوالي عام 1300 بدأ عصر النهضة في فرنسا وإيطاليا، يعرف المؤرخون هذه المرة بأنها الانتقال إلى العصر الحديث. لقد كان وقتا للتفكير والاكتشافات العلمية والتقدم في الفن والفكر وتحسين إدارة المعرفة. امتدت هذه الفترة على مدى بضع مئات من السنين ومهدت الطريق لعصر التنوير والثورة العلمية. خلال هذا الوقت حقق البشر قفزات في فهمهم للعالم والكون، وأيضا في الرياضيات والفيزياء والبيولوجيا والكيمياء. اليوم قد تأخذ كل شيء كأمر مسلم به، ولكن إذا لم تكن هذه الاختراعات قد يكون العالم مختلفا تماما. يجادل البعض بأن البشر سيكونون في مكان أفضل اليوم لو ظهر هذا العلم في وقت مبكر بشكل كبير في تلك السنوات الطويلة والكاملة التي تبلغ 200,000 عام. هذا يعتمد على وجهة نظر المرء. على الرغم من أن كل هذا قد يكون أو لا يكون مثيرا للاهتمام بالنسبة لك، إلا أن كل هذا يقودني إلى نقطة الانطلاق. تم إعداد المسرح لسلسلة من ثورات صناعية من شأنها أن تغير بداية العالم في القرن الثامن عشر الميلادي والرابع، وهو قائد التنفيذ الآن من شأنه أن يعزز الطريق نحو المدن التي يعيش فيها الناس اليوم. ثورة صناعية ما هي؟ هي انتشار وإحلال الميكنة أو المكننة، محل العمل اليدوي. شهدت أوروبا الغربية خلال القرن الثامن عشر نهضة علمية شاملة في تنوعات الأبحاث والتجارب لتشمل مختلف فروع العلم ولتؤدي إلى اختراعات واكتشافات مهمة. كانت السبب المباشر في قيام الثورة الصناعية خلال القرن التاسع عشر من عمليات تصنيع الكيميائي الجديدة وإنتاج الحديد، وزيادة استخدام الطاقة البخارية والمائية وتطوير أدوات الآلات وظهور نظام المصنع الميكانيكي. وأدت الثورة الصناعية أيضا إلى ارتفاع غير مسبوق في معدل النمو السكاني، وكذلك كان لها الأثر البالغ على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء في أوروبا أو خارجها. كانت المنسوجات هي الصناعة المهيمنة في الثورة الصناعية من حيث العمالة وقيمة الإنتاج ورأس المال المستثمر، فكان صناعة النسيج أول من استخدم طرق الإنتاج الحديثة. بدأت الثورة الصناعية في بريطانيا العظمى، فكانت العديد من الابتكارات التقنية من أصل بريطاني حتى أضحت في منتصف القرن الثامن عشر الدولة التجارية الرائدة في العالم، وسيطرت على إمبراطورية تجارية عالمية مع مستعمرات في أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، وهيمنة عسكرية وسياسية كبيرة على شبه القارة الهندية، لا سيما مع البنغال المغولية منطقة التصنيع الأولى. من خلال أنشطة شركة الهند الشرقية، فتطور التجارة وظهور المشاريع هي من الأسباب الرئيسية للثورة الصناعية. مسألة الثورة الصناعية نقطة تحول رئيسية في التاريخ تقريبا، فإن كل جانب من جوانب الحياة اليومية تأثر بها بطريقة ما، وبالذات بدأ متوسط الدخل والسكان يظهرون نموا مستداما غير مسبوق. قال بعض الاقتصاديين ان اهم تأثير للثورة الصناعية هو ان مستوى المعيشة لجميع السكان في العالم الغربي بدأ في الارتفاع باستمرار لاول مرة في التاريخ، على الرغم من ان اخرين قالوا انه لم يبدأ في التحسن بشكل ملموس حتى اواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين. كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مستقرا بشكل عام قبل الثورة الصناعية وظهور الاقتصاد الرأسمالي الحديث، بينما بدأت الثورة الصناعية حقبة من النمو الاقتصادي للفرد في الاقتصاديات الرأسمالية. واتفق المؤرخون الاقتصاديون على أن الاندلاع الثورة الصناعية هي أهم حدث في تاريخ البشرية منذ تدجين الحيوانات والنباتات. أن الإنسان بدأ يربي عنده الحيوانات وبدأ يبقى عنده مزرعته خاصة بيه. لا تزال بداية ونهاية الثورة الصناعية محل نقاش بين المؤرخين وكذلك وتيرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. رأى إريك هوبس ماوم أن الثورة الصناعية بدأت في بريطانيا في ثمانينيات القرن الثامن عشر، ولم يتم الشعور بها بالكامل حتى ثلاثينيات أو أربعينيات القرن التاسع عشر، بينما أكد تي إس أشتون أنها حدثت ما بين 1760 و 1830، فبدأ التصنيع السريع ولأول مرة في بريطانيا، بدءا بالغزل الآلي في ثمانينيات القرن الثامن عشر مع معدلات نمو عالية في الطاقة البخارية وإنتاج الحديد بعد 1800.
وانتشر إنتاج المنسوجات الآلية من بريطانيا العظمى إلى القارة الأوروبية والولايات المتحدة أوائل القرن التاسع عشر، مع ظهور مراكز مهمة للمنسوجات والحديد والفحم في بلجيكا والولايات المتحدة، ثم المنسوجات لاحقا في فرنسا. حدث ركود اقتصادي في أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى أوائل أربعينيات القرن التاسع عشر، عندما تباطأ اعتماد الابتكارات المبكرة للثورة الصناعية مثل الغزل والنسيج الآليين ونضجت أسواقها، فانتقلت الابتكارات أواخر تلك الفترة إلى القاطرات والقوارب البخارية والبواخر وصهر الحديد الساخن والتقنيات الجديدة مثل التلغراف الكهربائي الذي ظهر على نطاق واسع في أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر، ولكن لم تكن كافية لدفع معدلات عالية من النمو. ثم بدأ النمو الاقتصادي السريع في الحدوث بعد 1870 نتيجة لمجموعة جديدة من الابتكارات فيما يسمى بالثورة الصناعية الثانية. تضمنت هذه الابتكارات عمليات تصنيع الحديد الصلب والإنتاج الشامل وخطوط التجميع وأنظمة الشبكات الكهربائية والتصنيع العالي لأدوات الآلات وزيادة استخدام الآلات المتقدمة في المصانع التي تعمل بالبخار. الثورة الصناعية الأولى بدأت الثورة الصناعية الأولى في بريطانيا بعد اختراع المحرك الذي يعمل بالبخار بمثابة تغيير في قواعد اللعبة. آلات رائعة حقا يتم تشغيلها بالبخار. حتى ذلك الوقت قامت الحيوانات والبشر وطواحين الهواء بالكثير من الشد والدفع. مع إضافة البخار يمكن زيادة إنتاج المنتجات إلى مستوى أعلى. كما مكن البخار السك الحديدية من الازدهار، بدأت بريطانيا في إنتاج الحديد والصلب بتكلفة منخفضة، ومن ثم يمكن إعادة بناء الآلات الكبيرة والجسور. تم تقديم كل أنواع التقنيات للإنتاج الجديد عبر صناعات خاصة في المنسوجات. دعم هذا التصنيع تطوير مصانع الإنتاج الضخمة التي تم بناؤها عادة في المناطق الحضرية. احتاجت هذه المرافق إلى أعداد متزايدة من العمال، ثم تم بناء منازل حول المصانع لإبقاء هؤلاء العمال بالقرب منهم. عمال المزارع الذين يبحثون عن ظروف اقتصادية أفضل توافدوا على هذه المصانع. بدأ سكان المدن في هذه المناطق في النمو بسرعة. ظهرت أنظمة اجتماعية جديدة وإيجابية خلال هذه الفترة، وشمل ذلك المدارس والتعليم الإلزامي للأطفال ونقابات العمال، ووصولا لأول منفذي قانون الشرطة، تحسين خيارات الرعاية الصحية والظروف الصحية. ولأول مرة كان مفهوم وقت الفراغ والدخل التقديري يعني زيادة الطلب على الترفيه وطرق أخرى لقضاء أوقات غير العمل في مخطط الأشياء. كان كل هذا التغيير يحدث بسرعة. بالطبع لم يقتصر الأمر على بريطانيا فقط، حدث تقدم مماثل في جميع أنحاء أوروبا وفي بعض البؤر الاستيطانية للإمبراطوريات الأوروبية المختلفة التي كانت منتشرة في جميع أنحاء العالم في ذلك الوقت. ومع ذلك لم تكن هذه الفترة مدينة فاضلة. مع عدم كفاية شبكات الأمان عانى كثير من الناس في هذا المشهد الصناعي الجديد. تمتلك كتب التاريخ بوصاف للظروف غير المرغوب فيها، بما في ذلك ظروف السكن السيئة وجودة الهواء وقلة الصرف الصحي أو انعدامه وساعات العمل الطويلة والجرائم العنيفة المتفشية للأسف. ومن المدهش أنه حتى في القرن الحادي والعشرين لا تزال هذه الظروف موجودة في العديد من المدن العالمية. لا يزال واحد من كل 3 بشر يعيشون في ظروف معيشية حضرية فقيرة. دعونا نصلح هذا، نريد مدن أكثر ذكاء واستدامة ومرونة. وهذا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. أهداف التنمية المستدامة هي جهد عالمي جاد لتحسين هذه الظروف السيئة. ما هي المدينة؟ إنه موقع فعلي تم تجهيزه بشكل دائم من قبل عدد كبير من الناس، وقد حددت الحدود ولديها أنظمة رسمية لدعم المجالات مثل استخدام الأراضي والإسكان والصرف الصحي والطاقة والنقل. يعمل معظم شاغلي المدينة في أنشطة غير زراعية. المدينة لديها بعض أشكال الحكم المعترف به الذي يسهل عمليات المنطقة والتفاعلات بين المجتمع والشركات والحكومة. تميل الفرص التي تتراوح من التوظيف إلى الترقية ومن التعليم إلى الرعاية الصحية إلى أن تكون أفضل في السياق الحضري. ننتقل إلى ثورة صناعية ثانية. غالبا ما يستشهد بالصلب باعتباره الأول للإنتاج الصناعي الضخم في عدة مجالات جديدة، والتي يقال أنها ميزة الثورة الصناعية الثانية التي بدأت حوالي 1850. على الرغم من أن طريقة التصنيع الشامل للصلب لم يتم اختراعها حتى عقد 1860، عندما اخترع هنري بسمر فرنا جديدا يمكنه تحويل الحديد الزهر المصهور إلى صلب بكميات كبيرة، وأصبح ذلك الفرن متاحا على نطاق واسع فقط في العقد 1870. بعد تعديل عملية الإنتاج جودة أكثر اتساقا، تم استبدال فولاذ بسمر بفرن الموقد المكشوف في نهاية القرن التاسع عشر. تمت الثورة
الصناعية الثانية تدريجيا لتشمل المواد الكيميائية مثل الصناعات الكيميائية والنفط التكرير والتوزيع. ثم ظهر في القرن العشرين صناعة السيارات، فأدت للتوافر المتزايد للمنتجات البترولية الاقتصادية إلى تقليل أهمية الفحم وزيادة إمكانية التصنيع. وتميزت تلك الثورة بانتقال القيادة التكنولوجية من بريطانيا إلى الولايات المتحدة وألمانيا. بدأت ثورة جديدة مع الكهرباء وتوليد الكهرباء في الصناعات الكهربائية، وأدى تداخل توليد الطاقة الكهربائية من جبال الألب إلى تمكين التصنيع السريع لشمال إيطاليا المحرومة من الفحم بدءا من تسعينات القرن التاسع عشر. وبحلول تلك الفترة أدى التصنيع في تلك المناطق إلى ظهور شركات صناعية عملاقة ذات المصالح العالمية مزدهرة. فانضمت الشركات مثل شركة فولاذ الولايات المتحدة وجنرال إلكتريكال وستاندرد أويل وباير إلى شركات سك الحديد والسفن في أسواق الأسهم العالمية. ننتقل إلى الثورة الصناعية الثالثة، وهي كانت في الأربعينيات من القرن الماضي. بدأت الثورة الصناعية، بدأ عصر المعلومات بناء على تقدم الثورات السابقة، ولا سيما الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية من نواحي عديدة يعيش البشر الآن خلال هذه الثورة. ويمكننا القول بأننا ما زلنا في بداياتها فقط. يبدو أن أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات البرامج والهواتف الذكية والإنترنت قد غيرت العالم بالفعل بشكل جذري، ولكن يبدو أن هذه الإمكانيات لم تحقق إلا جزئيا. فقط في السنوات القليلة الماضية انتقلنا من صفحات الويب الثابتة إلى مواقع الويب الديناميكية التي تدعم التجارة الإلكترونية، إلى التطبيقات التي تمكن الأشخاص من إدارة وتنسيق العديد من جوانب حياتهم، مع استمرار وجود 45% أخرى من العالم على الإنترنت في السنوات المقبلة. كانت التكنولوجيا التي غيرت قواعد اللعبة في عصر المعلومات هي تصغير الترانزستور. استخدم هذه التقنية الثورية مادة خاصة تسمى أشباه الموصلات للتحكم في تدفق الكهرباء مثل مفتاح الضوء. استخدم ترانزستور الكهرباء لتشغيل المفتاح أو إيقاف تشغيله، يؤدي تعيين قيمة واحد إلى حالة تشغيل وزيرو إلى حالة إيقاف تشغيل، إلى توفير قيم واحد وزيرو وهما لغة أجهزة الكمبيوتر. اليوم يمكن لأكثر من مليار من هذه الترانزستورات الصغيرة أن تناسب بعضا من أسرع الرقائق الدقيقة. أتاحت الثورة الصناعية الثالثة الإنترنت وشبكات الويب العالمية ومعالجات النصوص وجداول البيانات وجميع أنواع الأجهزة الرائعة بما في ذلك الهواتف الذكية المحببة للجميع وتطبيقاتها والأتمتة الهائلة والذكاء الاصطناعي ومؤتمرات الفيديو والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وما إلى ذلك. تتمثل الثورة الصناعية الثالثة في إنشاء نماذج أعمال جديدة مثل خدمات سيارات الأجرة عند الطلب. ننتقل إلى الثورة الصناعية الرابعة. حتى هذا الوقت ما زالت الثورة الصناعية الثالثة تنكشف أمامنا، ولكن يمكننا رؤية دلائل على وجود ثورة أخرى. على سبيل المثال، في شوارع العديد من المدن تتنقل السيارات ذاتية القيادة وتنقل الأشخاص إلى وجهتهم، وتقوم الطائرات بدون طيار بتوصيل الطرود والسيارات الطائرة التجريبية للطير عبر السماء، وهي عدد من الخدمات مثل الجراحة وتقديم الرعاية التي كانت في يوم من الأيام بمثابة حصرية على البشر أصبحت يمكن الاعتبار بواسطة الروبوتات والذكاء الصناعي. ستتداخل الثورتان الثالثة والرابعة إلى حد كبير تماما مثل الثورتين الصناعية الأولى والثانية، وستدعم الثورة الصناعية الرابعة تقارب التقنيات الجديدة والاختراقات العلمية الجديدة والسلوكيات الناشئة والتركيبة السكانية المتغيرة والاقتصاد العالمي. أعتقد أن هذه الثورة هي الوقت الذي ستظهر فيه الغالبية العظمى من المدن الذكية. تستند الثورة الصناعية الرابعة إلى الثورة الرقمية التي تمثل طرقا جديدة تصبح فيها التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من المجتمعات وحتى جسم الإنسان. تتميز الثورة الصناعية الرابعة باختراق التكنولوجيا الناشئة في عدد من المجالات بما في ذلك الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النانو تكنولوجي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية وإنترنت الأشياء الـ IoT إنترنت أوف ثينجز والطباعة ثلاثية الأبعاد والمركبات المستقلة. في كتاب الثورة الصناعية الرابعة يصف كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى الاقتصادي العالمي كيف أن هذه الثورة الرابعة تختلف اختلافا جوهريا عن الثلاثة السابقة التي تميزت بشكل رئيسي بتقدم التكنولوجي. تتمتع هذه التقنيات بإمكانيات كبيرة للاستمرار في توصيل مليارات الأشخاص إلى الويب وتحسين كفاءة الأعمال والمؤسسات بشكل جذري والمساعدة في تجديد البيئة الطبيعية من خلال إدارة أفضل للأصول. كان إتقان الثورة الصناعية الرابعة موضوع الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 في اجتماع دافوس في سويسرا. تعمير الكوكب. حتى القرن التاسع عشر
ظلت معظم المدن صغيرة نسبيا على سبيل المثال خلال فترة الإمبراطورية الرومانية باستثناء روما وعدد قليل من المناطق الأخرى. تراوحت العديد من المدن الإيطالية فقط من 5000 إلى 15000 شخص. ما هو الاستنتاج؟ تعد طبيعة المدن اليوم الظاهرة حديثة. المناطق الحضرية الكبيرة والكثيفة هي نتاج العقود القليلة الماضية فقط. مر الصين على سبيل المثال بتحول حضري دراماتيكي بدأ في الجزء الأخير من القرن العشرين واستمر حتى يومنا هذا. اليوم أكثر من 160 مدينة في الصين يبلغ عدد سكانها أكثر من 1 مليون نسمة. ما شاء الله، اللهم حسن. حدث تحضر عالمي كبير خلال 200 عام الماضية، ولكن بمعدلات وفترات زمنية مختلفة. على الرغم من أن مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وغيرها كانت في وقت مبكر من التوسع الحضري بمعدل تدريجي، فإن جنوب شرق آسيا والصين والهند والشرق الأوسط وجزيرة من أفريقيا قد تقدمت لاحقا ولكن بشكل أسرع. على سبيل المثال في عام 1966 كانت دبي في الإمارات العربية المتحدة مجموعة من المستوطنات الصغيرة. اليوم هي مدينة حديثة متلألئة يبلغ عدد سكانها أكثر من 3 مليون نسمة. وخلونا نتكلم عن مدينة القاهرة. تعد مدينة القاهرة من أكثر المدن تنوعا ثقافيا وحضاريا، حيث شهدت العديد من الحقب التاريخية المختلفة على مر العصور، وتوجد فيها العديد من المعالم القديمة والحديثة، فأصبحت متحفا مفتوحا تضم آثار فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية. ويعود تاريخ المدينة إلى نشأة مدينة أون الفرعونية أو هليوبوليس الشمس حاليا، والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم القديم. أما القاهرة بطرازها الحالي فيعود تاريخ إنشائها إلى الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص عام 641 وإنشاء مدينة الفسطاط، ثم إنشاء العباسيين لمدينة العسكر. فبناء حنطلون لمدينة القطائع، ومع دخول الفاطميين مصر القادمين من أفريقيا من تونس، بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وذلك عام 669، وأطلق عليها الخليفة القاهرة. ويقال إن سبب مدينة القاهرة إنهم كانوا قاعدين فشافوا كوكب المريخ، وفي الكتب القديمة اسمه القاهر، فسموا القاهرة على اسم كوكب المريخ. ودكتور فاروق باز قال الكلام ده للناس بتوع ناسا وخلاهم يسموا منطقة كده في المريخ باسم القاهرة. وأطلق على القاهرة على مر العصور العديد من الأسماء، فهي مدينة الألف مأذنة ومصر المحروسة. محروسة لأنهم عملوا سور كبير قلنا عليه حوالين المدينة فسموها محروسة بسبب السور. وقاهرة المعز، المعز لدين الله الفاطمي، كان في قاهرة المعز حتى الصباح الساهرة. ويقول لك اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، الحلواني ده اللي هو جوهر الصقلي، لأن هو كان شغال حلواني في الجيش. أول ما انضم للجيش كان مسؤول عن عمل حلويات، وبعد كده اترقى لحد ما بقى وزير الدفاع أو وزير الهجوم. وأطلق على القاهرة على مر العصور. شهدت القاهرة خلال العصر الإسلامي أرقى فنون العمارة التي تمثلت في بناء القلاع والحصون والأسوار والمدارس والمساجد، مما منحها لمحة جمالية لازالت موجودة بأحيائها القديمة حتى الآن.